تكون نقدر نسمعوا هذاك لي ميساج. احنا بدينا في المباشر إن شاء الله. سمعنا هذاك لي ميساج اللي يتواصلوا معك الناس و تعالجوا ما تعالجوش، نشوفوا هذا البلان هذا كيف داير إن شاء الله. مرحبا، أنا اليوم كانت عندي واحد السيدة من إسبانيا. أنا مازال باقي، أنا حيت باقي دابا حتى واحد ما دخل، يلاه كنتسناو واحد حيت كيكون واحد الديكالاج ديال واحد 30 سكوند. نبداو بعدا بهذوك لي ميساج ياك، نسمعو نعطيو الناس يسمعو ونتوكلو على الله ديك الساعة إن شاء الله. إن شاء الله. واخا توصل معايا حسن باش نقدر نقول لك داكشي اللي كاين، حيت ملي حطيتي ستريتي بحال بقات كتهرب ليا من ستريم، بحال بغات تطير، وكمان بدا كيضرني شوية. هادي في المو هادي على البعد ديالك على التليفون. السيد هادي في اسبانيا وانا راني في المغرب في كازابلانكا. عاود نسمع شنو قالت. واخا توصل معايا حسين باش نقدر نقول لك داكشي اللي كاين، حيت ملي حطيتي تي ستريتي بحال بقات كتهرب ليا من ستريم، بحال بغات تطير، وكمان بدا كيضرني شوية. ما عنديش القرآن، عندي غير في التليفون صافي، ما عنديش القرآن. من غير هادي ورجلي هاد ديالي كلها. السيد اللي تكلم معاك قبيله واحد فوق الركبه شي شويه، وواحد الركبه عندي ديال رجلي من كتحرقني، كتوصلني البروده حتى لعنقي وما كطلعش من راسي، راسي ما كنحسش به بارد. كتوصل البروده لراسك من طالع البروده هو الماء ان شاء الله. قلت لك انا راسي ما بردش ليا، راسي داتي بقات بارده وراسي لا بقى سخون ما بردش. يعني هذا واحد غير اليوم، يعني خدمنا مع واحد السيده مريضه كان عندها المس. الحمد لله عن بعد، هي في اسبانيا وحنا في المغرب. انت دابا انت في المغرب وهي في اسبانيا. نقدر فهمت باش ندير واحد التقديم. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. حنا كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء مع ابو ويصال، هو مغربي مقيم بالديار الالمانيه بالضبط مدينه ديسلدورف. كيقول بانه كيمتلك واحد الطاقه هبه من الله، ربي عطاه واحد البركه كيقدر انه يعالج بها جميع الامراض بما فيها السيدة. اها شنو اخر ثاني؟ السيدة الهيباتيتيس ا بي سي، الصرع. الصرع حتى هو كتعالجو، كتقول بانك انت كتعالج غير بالتليفون اذا عن بعد. عن بعد دابا واحد في الهند تعالجو باذن الله، ماشي انا نعالج، الله لا يعالج، الله اللي كيعالج. على السبب كيفاش كدير لهاد القضيه؟ المهم انت اللي غادي تقدم راسك للناس باش الناس حتى هما يفهموا، لان تقبل جميع الاسئله والاجوبه ديال المشاهدين. انا غادي نطرح بعض الاسئله ديال الناس. مرحبا، قدم راسك للناس وباش ندخلوا في الموضوع نشوفوا هذا. السلام عليكم، معك ابو وصال من مدينه الدار البيضاء المغرب. نعالج بالطاقه الايجابيه جميع الامراض باذن الله، منها الصرع، منها الهيباتيتيس، الامراض للرئه، امراض القلب. الرئه هي كتعالجها؟ الرئه ان شاء الله باذن الله. اوجاع المس، السحر، التوكال، العين، اوجاع الراس، يعني تقريبا جميع ما نسيتيش حتى حاجه، يعني جميع الامراض. جميع الامراض باذن الله، وهذا العلاج بالطاقه يعني تتوصل الانسان واخا عن بعد، علاج عن بعد ان شاء الله، والناس تشافوا كثير الحمد لله. شنو هي الطاقه هذه؟ هذه طاقه ايجابيه تتكون عند الانسان، وتتكون هذه مع الله هيبه. ولا هذه كاين مدارس تقريبا تيدرس فيها تيتعلم، فهمت؟ كاين مدارس كيتعلموا في اوروبا وامريكا وكندا. اذا الا غادي تعلموا ما غاتبقاش هيبه من عند الله، ما غاتبقاش بركه. لا كاين اللي غادي يتعلم يعني يقدر غير يعالج الناس، يقدر يعالج شي حاجه عندك اوجاع ولا شي حاجه، يقدر يعالج العائله ديالو، فهمت؟ ولكن كاين شي حاجه مثلا بحال كل باش تعالج يعني نقولوا الوفات على البشر في نفس الوقت، يعني خصها تكون عندك يعني مع عند الله حكمه. فهمت؟ كاين واحد السيد عندنا هنا في المغرب اللي سبقك لهاد الحاله هذه، ما عرفتش واش تكون تعرفوا ولا لا، اللي كي سميتو المكي السخيرات ولا التماره ولا ما شنو. إذا كان كيقول لهم جيبوا الماء وكيطلع فوق واحد الطوابل وكيبدا يدير لهم بحال اليوغا.
ما عرفتش انا واش هادشي بصح، لان الناس ما متيقينش. انا بغيت نقرا في التعليق انت كيفاش غادي ايوا دابا تقنع الناس، كيفاش غادي تفهموا هاد القضيه وتقنعني حتى انايا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله احنا باش نقنعوا الناس اللي مريض الان على المباشر، يعني اللي عنده شي اوجاع الان، عنده شي ضرر مرض القلب ولا عنده المعده ولا عنده مشكل تاع الظهر ولا الراس ولا شي، يحط يدي على راسه دابا دابا حاليا. يلا بلاتي بلاتي دابا حنا راه على المباشر. سمعتوا شنو قال لكم؟ يعني اللي دار شي حاجه شنو خاصو يدير؟ يقدر يحط يدي على الجالي دار قلبه مع يحط يدو على البلاصه اللي داره يتشافى باذن الله في البلاصه باذن الله. كيفاش غادي يديروا لها؟ حط يدك وصافي. قول بسم الله توكلنا على الله، حنا غنصيفطوا ليه الطاقه غتوصلوا غتجيه الحراره، فهمت؟ اها الطاقه وهي الحراره غتحرق لي هذاك المرض الاوجاع. ولو ما تكونش تعرفهم نتايا؟ ما نعرفهم ما يعرفني باذن الله. ما يعرفوك ما تعرفهم، كل واحد في دارو، كل واحد في مدينه في كل واحد في امريكا، الاخر في كندا، الاخر في استراليا، الاخر في المانيا، الاخر في المغرب، باذن الله يعالج في نفس الوقت، فهمت؟ يعني امراض متعدد يعني مختلفه. واحد السيد كيقول لك اليد اليمنى ولا اليسرى؟ اي اي يمين يمين. أه؟ الحمد لله يمين. حنا اليد اليمنى المسلمين. أه انا كنقرا بعض التعاليق وغادي مرحبا مرحبا ضروري. شوف واحد قال لك بدا بيا ما عرفت ما يدي شادين التليفون كيف غادي ندير؟ واحد قال لك الله يجيب الشفاء للجميع. لا انا كنقرا كالتعاليق. شوف كاين بعض التعليقات اللي كتكون مستفزه كتكون فيها الضحك. اذا خطبهم جالي وقالوا سلام تيقول لك هذا سحر. كل واحد كيقول لك هذا منين جاب هذا الكلام بلاتي وزير الطاقه والحكمه. دابا كل واحد انا كنقرا لك التعليقات اللي انت براسك غادي تقراهم من بعد ان شاء الله. قال لك يقول لنا التليفون ديالو نشوفوا هذا الشيء بلاتي تعالج بالطاقه. انت الطاقه امتى ولات عندك؟ امتى عرفتي راسك ولات عندك الطاقه؟ وشكون هما الناس اللي عالجوا؟ قلتي لي انك كتعالج ناس في المانيا. ان شاء الله الحمد لله عالج الناس كثير اللي فيهم المس، اللي فيهم السحر، اللي عندهم مرض القلب، اللي عندهم سرطان، الحمد لله عالجوا الناس اللي عندهم ايبيليبسي. هذو كلهم امراض يعني دازوا عندنا، اللي عندهم الاطفال التوحد. وكاين الناس اللي كيطلبوا الان الرقم ديالك. فاموس لك رقم الهاتف نجات غتقول كتقول اشنو كيعالج هذا السيد الله يخليك. وواحد السيد اخر المهم بلاتي باش لي ميساج. الناس كيطالبوا كيبغيو الرقم يعني باش يجربوا هذه القضيه ديال العلاج. يعني يقدروا يعني على المباشر، على المباشر كل واحد يكون في مدينه ولا اي واحد يحط غير يدي على الجهه اللي تضرو. إذا بلا تليفون غير يحط يدو على الجهه اللي كتضرو. أه. نكتبوا تليفون يكون في العنوان ويتصل. تقدر تتصل كل واحد بوحده، خاصنا الوقت خاصك واحد يعني من غير المباشر تقدر تكلف بالناس. اما الا جيتي دابا توصل مع الناس كتجي صعيبه؟ ماشي صعيبه. يعني كل واحد غيشد لك واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه، فهمت؟ كل واحد على حسب المرض ديالو، فهمت؟ شنو غادي يشرح لك في الاول اشنو دارو انت من يعني بعد؟ على حسب انت يعني انت المباشر ديالك يعني. انا ما عنديش مشكل، انا ما عنديش مشكل. دابا الناس كيطالبوا الرقم. اي ان شاء الله نعطيهم الرقم، نعطيهم الرقم، فهمت؟ راه عطيني الرقم. اوكي الرقم هو 06. قيدوا يلا اللي باغي الرقم 06 39 39 16 20 13. نعود الرقم نعود الرقم. اها 06 39 16 20 19. الرقم الثاني 06 81 11 62 66 فيهم الرقم الهاتف والواتساب. هادو دابا انت يقدر يتصل بك شي واحد شنو تقدر تعرف زعما نقدر مثلا نختاروا غير حاله واحده. ايه ماشي مشكل. يقول لك شنو دارني؟ ايه اذا كان يضروا ان شاء الله ويبرى باذن الله. يبراي صح يعني تقدر تعالجو بشي دير التحاليل مثلا؟ دير التحاليل مرحبا. قلت لي قبيله واخا تكون فيه السيده؟ ان شاء الله مرحبا. تعالجوا. اه يجيب الوراق بانه مريض. اها. ونخدموا معاه ويمشي يتعالج يشوف يدير لي زاناليز عند اللابوراتوار وراه ماشي يعني هو اللي غيمشي به. شوف شي تليفون واش هادشي تحدي؟ هادشي تاع الله ماشي تحدي. دابا القضيه كتكون في السيده. قلتي يجيب لك ما يثبت بانه مريض السيده. ان شاء الله ان شاء الله. دير ليه داك الشيء. لان هذا العلاج بالطاقه باش الناس يفهموا، راه العلم نور باش الناس يفهموا يعني احسن. هذا العلاج بالطاقه يعني تتقوي المريض المناعه.
كتقوي للمريض المناعه. يعني ملي تتقوي المريض المناعه يعني هذاك المناعه هي تتحارب المرض وباذن الله في المناعه هي اللي كتحارب المرض في ايام يعني قليله، ثلاث ايام ان شاء الله تيتشافى. المهم واحد الرقم كيصوني لك تما، حنا بغينا نديرو يعني نعالجو كلهم جماعات، نشوفو بعدا واحد ونديرو جماعات ان شاء الله. ان شاء الله تقدر تجاوب وتجاوب معاه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا خويا، زيد في الصوت. انا كنسمعك. وي تفضل اسيدي، تفضل. مرحبا. انت نكتي على المباشر دابا؟ نعم تفضل خويا. اوكي صافي، حط يدك على ظهرك ولا شي واحد يحط يدي على ظهره اللي معاك، شي واحد ملافا. انا كنشوف في مباشر. نعم سي. لا هو انا راه في المباشر. ها المباشر منين جبتي الرقم اللي ما شفتيش؟ نعم سي. توا تعيط من فرنسا. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. خويا حط يدك على ظهرك نتايا، تفضل. نعم سي. مرحبا. وي الو. وي خويا. مرحبا. شنو عندكم بروبليم؟ الم في المعدة. اوكي حط خويا يدك على المعدة. بسم الله. حط ومن غير هاد الجوج هادو، يعني الناس اللي دابا على المباشر اللي عنده شي مرض يحط يديه. يتوكل على الله. مثلا نحط يدي. انت لك تمر يحط يدي. انا رانا الاول غادي نبدا بعدا باش نشوف هاد القضية. عندك اسم المرض؟ تمر يجي عندك. خويا حط يدك على المعدة ان شاء الله، يقول بسم الله تبارك باذن الله. الشافي والله. بسم الله. شفاء الله. الشافي والله. شحال انت تضرك المعدة؟ اش كدير دابا؟ نفس الواحد. صافي لون واحد شي غشيان تقريبا. اوكي اوكي خويا يدك سخونات؟ لا. اوكي والاخ اللي دارو دارو نمشي. اوكي اوكي خويا تدخل قدام يدك. دابا انت كتسخن نفس البطاقة. دابا هادي تسخينات. خويا سخنات يدك ولا لنا. اخي لا مازال مازال. وي خويا. السلام عليكم. وي حط يدك على ظهرك خويا. وي خويا. لا مع كاين واحد دابا تنهضر مع واحد يدي ظهرو ضارو الاخر. الاخر كاين دوز ابيل دابا. اي حط يدك خويا سخنات يدك. اوكي الحمد لله. سخون سخون في يدي خويا. انت باقي عندك الوجع في المعده؟ لا يدي سخنه. اوكي مليح الحمد لله. بلاسي بلاسي. هذا من باريس وهذا من باريس. مين اخويا المغرب فرنسا؟ ليون. كيفاش خلات يدك دابا؟ كيفاش كتحس انت؟ ها هو غيمشي دابا المرض عنده. عندك خويا الوجع هو تينقص ياك؟ واحد السيد، واحد السيد قال ان رجلي سخنت وسخنت ونهرب. المريض حط يدي لايف يعني بلا ما يعيطوا ليا. بلا ما يتصلوا الناس. قال لهم تخصك تقول. وقال لكم يعني بلا ما تتصلوا المريض حط يدو على هذيك البلاصه المريضه وغدا تسخن. انا نشوف هاد السخونيه فين غتوصل. زيد انا غنحط يدي على هاد الكسف. زيد يلا خويا. مازال عندك الوجع المعده؟ لا. قول الحمد لله خويا. وهاد الناس راك حتى دابا راه على المباشر راك في اللايف. اجوج دابا انت قبل ما تتصلك انت مريض ولا شنو؟ مصايب لي بحال شي حاجه دارت في الاستوما بحال شي الحمد لله بحال كيز دورك تاعك ويدي بحال شي هذا انرجي انرجي طاقه. لا بحال شي كيما نقولوا بحال باق باق باق
معكم شاب. الحمد لله. كيفاش؟ اجي اراك التليفون قربوا لي. لا خويا نهضر معاه بلا ما نبينوا. قول لي يا صديقي انت دابا على المباشره على قناه شوف تيفي، دابا انت اتصلتي واش كنت مريض ولا كتضحك ولا شاد فينا ولا شنو؟ لا ما شادت فيك ما والو اخويا، شنو هاد الصوالح ما فيهمش شاد فيك. هاكوك دابا حنا غير باش ناخذوا ونزيدوا نقلوا الناس، انت فاش اتصلتي شنو كان ضارك؟ الو وي خويا تهضر معاه قطع واقيلا لا نرجعو ليه لان صافي ماشي مشكل ماشي مشكل. واحد تقول ليه فهمت باش بلا ما نبينو ليه الرقم ديالو صافي حيت هو اللي قطع دابا. وي وخويا مازالتي درك دارك؟ قالك حيد الهوت بارلور قالك اسمع داكشي مخربق. مازال تيدارك خويا دارك؟ واش نقول لك باينه دابا كتهضر لك في الصوره مزيان حق داك. وي السلام عليكم. واش جلال؟ اييه جليل جليل جليل. الله يكبر بيك. كيفاش هاد البلان هذا؟ قول لي يا خويا باش انا نفهم. اها انا من العريش خويا شوف الناس اللي لايف حنا طبعا الناس اللي لايف لا اله الا الله. انا ما كان فهمت ما كنعرفش ما كيعرفني ولكن جبتك انت ودابا رانا خلاتين ودابا خبرك قلت لي سميتي. الله يحفظك الله يكبر فيك. دابا قول لي واش كان دار كان دارك ظهرك نيس؟ قسمي بالله شوف كيضرني ظهرك كيضرني بعد ما ضحكت الفاس ديالي كيتحول لي كله كله الدات كله يبرى بإذن الله. قسمي بالله إذا كنحس براسي مزيان. واش هادشي ماشي بسيشيك؟ لا 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 كيفاش؟ هادشي ماشي بسيشيك زعما من واحد تيضرو ظهرو بسيشيك ما تعرف اخونا هادشي ما فهمتكش فاهم منك تهضر معايا زعما يعني نفسي نفسي دابا هادشي نفسي مثلا من حطيتي يدك امراض نفسية تنعالجوها. ايوا في اسبانيا. بس شوف شوف بلاتي نشوف واحد النمره اخرى كتصور. السلام عليكم. جاوبات بس خليك. سلام. مرحبا لالا. سلام عمي. انا عندي دايابيتيك تيب 1 وبغيت نعرف الا عندك شي دواء دير لي معاه لينيرجي. ان شاء الله مرحبا. منين هي منين؟ منين من اش من البلاد؟ بلجيك. بلجيك مرحبا لالا. مرحبا. حطي يدك حطي يدك على الجهه اللي مالها اوكي اوكي قولي بسم الله بسم الله ان شاء الله دابا غتوصلك لهاد الانرجي الطاقه ان شاء الله باذن الله والشافي دائما والله اوكي مرحبا لالا. الا سخنات يدك قولها راه دابا انت على اللايف في المباشر يدك سخنات يدك طماه ولا سخونه؟ واه شويه واه الحمد لله يعني الانرجي تتوصل راه بلجيكا ولا اخر اسبانيا ولا فرنسا. انا غادي انا غادي تفرواني واحد شويه هادشي انا ما علم الا قليلا فوق كل علم علم عليم فهمت؟ شتي تحت الله نقدر وصلتك الانرجي في لاكور ديالك كله بديتي تسخني؟ ان شاء الله كومت 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 لانسام يعني بشويه شويه روستخ روستخ فهمت؟ الاخت شنو لا مالادي اللي عندك؟ ديابيتيك تيب 1 ديابيتيك تيب 1 ان شاء الله ربي يشافيك ويعافيك باذن الله تطلب الله وحنا نديرو السبب والكمال على الله ان شاء الله فهمت؟ دابا شنو كدير بيدك دابا؟ تنرسل الانرجي كتحرك غير يدك وكاكس بسم الله تبارك الله وكيفاش كتمشي؟ تاع الله الله اعلم داكشي علم عند الله. ما تقولش لي كيفاش؟ نعرف انا لو كنت اعلم الغيب لسكرت بالخير وما بس للسوء. وكيفاش كيوقع هادشي؟ انا راه دابا تلفت راه باش نفهم وراه ايام زمان ايام زمان كان ولا حتى الان في الجبال وفي كاين
في الناس الصالحين في الريف والجبال شي، راه كاين تمشي عند واحد الشيخ تيحط يديه على بنان تيبرا، بسم الله تيحط يديه تيبرا، ملي تمشي للسبيطار واش في الرياف الريف في الجبال تعرفوا السبيطارات تعرفوا، واش تمشي عند الشيخ تيحط يديه بسم الله تيقرا فاتحه تيبرا. وراه فاتحه رقم شي رقم كيسوني والله هذا بلجيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وي تفضل مع مسيو. ونشتك في اللايف دابا كتقول كنداوي الناس كيف كيف. انا ما تنداوي لا الناس لا والو، والله اللي تيداوي حنا السبب وصافي. وداك الشيء اللي كنقول لك حتى انا راه داك الشيء اللي بغينا، راه بنادم كيدير السبب والله كيكمل. شنو عندك مشكل خويا؟ ماشي مشكل، انا مشكل ديال الزوجه ديالي، انا كنكون في بلجيكا. ها مرحبا. راه مرتي دابا شي عام ونص ما لقاوليش طب الحل. انت ولا هي؟ لا هي. شنو المشكل ديالها؟ المشكل ديالها راه من الرجل ديالها، مالها؟ خلينا السكر نيرات، ما الرجل ديالها تتكوانسة ان شاء الله باذن الله. حنا نديرو السبب الان، الا كانت هي حداك تحط يديها على رجليها تقول بسم الله. اوكي تحط يديها على رجليها صوص بس حطيتك على داك الرجل، هي حطاتو تقول بسم الله وتبقى تقرا سورة الفاتحة وتعاودها في النفس ديالها، وحنا ان شاء الله نصيفطو ليها دابا الطاقة خصوص سيفطو لها الانرجي بسم الله بكم ان شاء الله انرجي ان شاء الله باذن الله يا ربي ان شاء الله غتبرى باذن الله. حنا عندنا اليقين بالله بان الله تيقول لك ادعوا لي استجيب لكم، وحنا عندنا اليقين بان الله هو اللي غيشفيها الان باذن الله ان شاء الله. حنا حنا من امة اياك نعبد واياك نستعين، حنا امة اقرا، خاص واحد هذا راه علم، هذا خاص واحد يتعلمو علم، يعني واحد اللي تقرب الله غيوصل ان شاء الله باذن الله لهذا الشيء. حنا ما كرهناش يكونوا شباب بزاف في المغرب اللي غير باش يعالجوا الناس، لان كاين الناس فقراء ما عندهمش، فهمت؟ وان شاء الله باذن الله من هذا المنبر تنعلن بان جميع فقراء في المغرب غنعالجوهم في سبيل الله، ما يخلصوا حتى درهم. انا بغيت شي حاجه تضرني دابا باش انا نجرب، وتقول شي حاجه ضرتني، واحد الكتف كان كيضرني ديما. سمعت؟ حنا نديرو في سبيل الله، الفقراء في سبيل الله في المغرب وغير المغرب، الجزائر تونس السعوديه مصر كلشي في سبيل الله. اللي كانت شي تاع الله، هادشي ماشي ديالي انايا. خويا سخنات يدك ولا يد الزوجه ديالك؟ يا كتحس باليد ديالها؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله باذن الله. ما تقدرش تزيد عليها، بلوكيا بلوكيغت بلوكير كيت بلوكي ليا بلوكيت ان شاء الله باذن الله. تتصلي ياك الزوجه ديالك؟ لا لا هي كتصلي الحمد لله. ايوا المهم المصاب ابتلاء من عند الله، اللي بغى اللي بغى الجنه خصو يصبر. لا سلعة الله لا غالية الا جات من الله مرحبا، وكل شيء قال لك اذا جاكم خير فمن الله، وجاكم شر فمن انفسكم، فهمت؟ الشر الاطباء حيروا حيروا معاك. دابا عرفتي المشكل اللي واقع؟ انا نشرح لك المشكل اللي واقع دابا في حنايا المسلمين. المشكل اللي واقع بنادم تمشي عند الاطباء لا خاص شوف تتجه الله فوالا، ضروري الاطباء، حنا ماشي كن بلاتي بلاتي، ضروري الناس يمشيو عند الاطباء، ضروري الناس يديروا التحاليل ديالهم. غير كنتكلم على شي ناس باش ما يفهمونش غلط. لا قلت لك واحد يمشي عند الطبيب، انا ضروري واحد يمشي للطبيب يشري الدواء وداك الشيء الاسباب. دابا المشكل اللي كاين هو بان يعني حنايا بعدنا على الله وبقينا نقلبوا على البديل، فهمتش كيفاش؟ ولكن ضروري دير السبب. وانا متفق معاك، دابا المشكل كون واحد ينوض معاه قبل الفجر يصلي يدير قيام الليل ويطلب الله، لان الدعاء مستجاب والسماء مفتوحه، والله تيقول لك فهمتي اين عبادي، شنو بغاو عبادي. بنادم ناعس قبل الفجر، قبل الفجر قبل الفجر الدعاء مستجاب، يعني الا قال لك الله الدعاء مستجاب صافي ما فيهش شك، دعوا لي استجب لكم ان شاء الله يا رب، فهمت؟ وبنادم تيبقى ناعس ينوض حتى العشرة تيشرب قهوة عاد تيصلي، الدعاء فين يوصل؟ فهمت؟ هذاك ماشي صلاة هذيك، فهمت؟ ما شاء الله واحد دابا خاص الواحد يتجه لله. خويا سخنات رجل حركها، قول لها تحركها ان شاء الله باذن الله غتبرى. يحفظها الله.
يحمو انت ريفي. هي قال لك تسخن وكيتبرد. اه تتبرد مزيان مزيان، هذيك السخونيه هو الانرجي، فهذيك البروده هو لا مالادي. انا والله غادي تسطوني في الدقيقات. اوكي خويا حرك رجليك ولا تحرك رجليها. قول تحرك رجليها، قول بسم الله غتحرك رجليها، غتحرك ان شاء الله باذن الله. سخونات هي كلها ولا غير الرجل؟ تحميت كلشي اللي خلاني هو. و تيضرب بالريفيه. بالريفيه هضرب العربيه باش الناس الاخرين يفهموا، الناس اللايف كاينين الناس اللي ما تيفهموش الريفيه. سخنت سخنتي كلشي ولا غير رجلك؟ ديك الرجل سخن يا ديك الرجل ديالها سخن. اوكي تقدر تحركها هي بفيجن؟ كاس بفيجن تقدر تحل لي يا بفيجن؟ لانكسام لانكسام ان شاء الله ان شاء الله. حرك واش حركت رجل؟ وكيف تحرك الرجل ديالها؟ الحمد لله الحمد لله. واش ما كانش كتحرك قبل ولا شنو؟ بلوكيات مبلوكية بلوكي كانت مبلوكية. اسمع ليا جيب لنا امراض السيده، جيب لي الناس بالوراق. انا قلت انا دابا شوف واحد الكسف كان كيضرني، انا بغيت غير يضرني باش انا نجرب هاد القضيه واش بصح ولا لا. ما خويا واخا واخا التليفون نقطع راه خدامين معاك. اوكي صافي بقى حط حط رجليها ومن بعد صيفط صيفط لي اوديو. دابا اغلبيه المكالمات كيجيو غير من برا. ايوا من برا الناس اللي عندهم. السلام عليكم. عاودتي لا. مرحبا سيدي، راك في المباشر. راني في المباشر كنتبعك وراني انا غير درت يدي على كتفي كان يوجعني الحمد لله بارك الله فيك. الله اكبر. هذا دابا المشكل راه هذا المذيع هذا الصحفي هو اللي ما مامنش الناس. هضر معاه هضر معاه هاك هضر معاه. انا والله العظيم اللي تلفتوني وحق الله العظيم. انا راه قريت لك من اسبانيا درت يدي على كتفي كان يوجعني سبحانك الله والله العظيم. واش كان كيضرك شي حاجه؟ الكتف ديالي ما كنتش كنحركو اليوم خدمت بالست تمارا باش خدمت. قول الحمد لله دير واحد الصداقه. قول لي دير صداقه. درت انا يدي وقريت الفاتحه سبحانك الله دابا كنحرك يدي نورمال. واش كظن بان الاطباء غادي يتفقوا معاك في هذا الشيء؟ داك الشيء تاع الله يا طيب. الاطباء دابا المشكل هو الاخر انجذب انجذب جد فهمت كتب لان الانسان كيعطي واحد عنده واحد القوه وداك الشيء لان حتى النيه كتكفي فهمتي. شوف اللي مني النية النية اللي دار النية تيبرا، اللي عنده الشك ما تيبراش. فوالا فوالا سيوي قال دير النية وحاجة مقضية. فوالا الله يرضي عليك شكرا. صحيح سبحان الله اليد ديالي ما كنتش كنحركها دابا راني. خويا دير صداقة دير صداقة على اليتامى، صيفط لهم في الجبل الناس فقراء صيفط لهم صداقة. صافي الله يعاون خويا الله يسهل. مرحبا خويا. شوف انا بغيت نجرب انا شي حاجه انا يعني باش انا نتيق انا بهذا باش اللايف معاهم. اش غادي نقول لهاد الناس اللي في اللايف؟ واش اللي حط يديه برا اللي مريض بلا ما يعيطوا؟ شوف واش سمعت سميتي؟ سمعت سميتي؟ كيفاش؟ وي السلام عليكم. انت مازال هنا؟ شنو كاين قول لي يا خويا؟ والله العظيم قلت راه دخلت لي الشك واش انت لا ما كنعرفوش هذا متبع غير متبع غير المباشر الا عرف السميه ديالو صافي. الله يحفظك الله يكبر بيك. يا انت تتكلم مع الجمهور الله يحفظك الله يحفظك. الان الان شوف غادي نعطيو وبلا تا خويا نسولو شي ناس اخرين انا تلفتوني انا في هاد الليله هادي والله العظيم. او قال شوف باش ما نضيعوش الوقت ادي شوف انا هادشي والله العظيم. مرحبا مرحبا. واش هادشي فيه فيه جنون فيه شي حاجه شنو؟ هادشي تاع الله بركه تاع الله ما تعرفش شنو هي بركه تاع الله. ما كانش بكري الناس صالحين ولا الان كاينين فهمت؟ راه كاين الناس في الجبل تشيتي حتى اللي تتبرك. اي كنا كنسمعوا داك الشيء ديال تقول كمل البركه. واش انا صراحه ما كنامنش بهذا الشيء. ايوا ما كنامنش بهذا الشيء. شغلي هذا مؤمن
واحد اسباني. أغلبية المكالمة كيجيو من الدول الأوروبية. السلام عليكم. مرحبا سيدي. السلام عليكم. مرحبا. كيداير اخويا بخير؟ الله يبارك فيك. شكون معنا؟ بالنسبة لك أنايا معك أنا ودين من إسبانيا. مرحبا خويا. بالنسبة أنا كانت توجعني كرشي. ها؟ وفاش كانت فيها الحرائق ومين حطيت يدي على كرشي و الحمد لله. حطي يديك قرا سورة الفاتحة تبرا. لا بالنسبة لي أنا مشاني الحريق. ها؟ أنا بالنسبة لي مشاني الحريق ولكن كان الأخت ديالي فيها بومزوي. ماشي مشكل إن شاء الله تعالى شي بإذن الله. بومزوي سوا. الأمر كل الأمر بإذن الله. كل بإذن الله. مرض السيدة، مرض الهيباتيتيس، مرض الكواط. واحد سوا بلاصه واحد قال لك داري سخن ولكن مازال كيوجعني هذا رشيد فريزينو ولا شنو فاش كنت فهمت والله صحاب اللي معاك اييه الله الله خير بعد الدواء ماشي من شنو كيفاش باش نسمع هضر مع اخويا هضر معاه وي السلام عليكم السلام في الله خويا خويا بخير شوف انا راه غادي نجي معاك معاه انا نقسم لك يمين الا كرشي كانت كتعطيني الحريق وتبدا ديك الطريقه ديال فاش قالها هو في الاول صافي تسخنت لي الضربه واحده كي فاش حيدت يدي صافي مابقاش مني داك مابقاش داك الحريق فيه الحمد لله وهذا بفضل ربي فهمت انت يا اخي اييه اوكي اخويا صافي خلي الاخت ديالك تحط يديها على الجلد والضره واي واحد اللي في اللايف يحط يديه على جلد الضره باذن الله غيبره ما كاينش شي واحد ما يبرات عارفين علاش كلشي غيبره لان عندنا اليقين بالله بان الله هو الشافي لان حنا تنستعنوا بالله اياك نعبد واياك نستعين فهمت ان شاء الله كلشي غيبره باذن الله حنايا امه اياك نعبد واياك نستعين حنا تنستعنوا بالله والله تيقول في القران ادعوا لي استجب لكم يعني خص واحد يكون عنده اليقين بان الله غيشافيه قريبا عاجلا فهمت وان شاء الله احنا سبب في العلاج ودائما الشافي والله سبحانه وتعالى فهمت اللي عنده شي مرض الان على المباشر يحط يديه على راسه وعلى قلبه وعلى المعده على اي مشكل عنده القواط ما يبقاش ياخذ الدواء غادو كاع اللي غيتعالجوا الدواء ما يبقاش ياخذوا الدواء نهائيا ما يبقاش يشرب الدواء غير صعيب نقولوا ما يبقاش يشرب الدواء يمشي يدير لي زاناليز انا يمشي يدير هذاك الشيء يعني يمشي يدير لي زاناليز ويعاود يتاكد واش باقي المريض ولا وصل هذاك الشيء علميا ماشي غير هذاك الشيء عشوائي يعني هذاك الشيء بالوراق كلشي ولا كانوا الناس يعني اللي عنده المناعه ضعيفه باذن الله تنقويو المناعه واحد السيد سميتو توفيق بلات واحد السيد سميتو توفيق الله مشات لي الميساج بزاف توفيق البحار قال لك شوف خويا عملت يدي على الركبه ديالي وما ما بان لي والو ايوا قولي بسم الله وغادي يبان لك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نعم تفضل نعم سي مرحبا ان شاء الله حط اخويا يدك على حط يدك على فين تيضرك دابا فين تيضرك دابا النعت المرض اللي عندي انا هو انني انا باش كنصلي كنجلس في الجلسه المستويه وكنثني صبعاني بالجلسه اللي وصلها عندي النبي صلى الله عليه وسلم نعم اي سنه ان شاء الله انا داك الدكتو داك الفك ديال القدم مع الساق تما تيحرقني خويا حط يدك تما حط يدك اييه حط يدك بسم الله اييه بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اشفي تشفي اللهم اشفي تشفي لا شيء لا شيء لا ان شاء الله تبرى باذن الله عندنا اليقين بالله باذن الله يشفيك ان شاء الله باذن الله باذن السميع العليم شكرا جزيلا ربي ما يخيبنا ان شاء الله خويا سخونات يدك ولا صبعك؟ الله الله يا ربي غير طيروا لي ولا وراء الصحافي عندي مشكلة ماشي الجمهور
دابا انت واحد معايا غير انا. مشكلة مع الصحافي ماشي مع مع الشعب. أراني لي اخويا جيت تتسيل خويا انا راه في اخبارك. اقول لي كيفاش هاد البلان تتسيل؟ الله قلتي دابا رجلك دار راك ولا شنو؟ اها وجماعة الأمور ما كان أمش بها، ولكن أنا اللي شفت اللايف قلت نجرب هذه المسألة. اها حنا الشافي والله سبحانه وتعالى دائما دائما هو اللي تيشفي. اها دابا أنا حطيت بها رجلي، بأن رجلينا كانت تتوجعني في الصلاة باش كنجلس في السجود. وصلي أخويا صلي، دير شوف دير ديك البوزيسيون ديال الصلاة ديالك، ركع ولا سجد. دابا شوف دابا رجلك قلتي دار راك ياك، غير بس انا باش نفهم هاد البلان. رجلك دابا كضرك ملي كتبغي تسجد ياك؟ لا ملي كنكونوا جالسين في التحيات باش كنكون. ودير نفس البركه، دير نفس البركه وجرب. شوف المسألة ديال الله يرحمه ماشي. ها؟ اكمل معاه. اييه زيد كمل تفهم ماشي. شوف اخويا شنو كاين، انا راه درت لي الفسون. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انت راك مؤمن تتصلي الجزار وهذا الشيء، راك مؤمن الحمد لله، فهمت؟ كل خير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله أخويا. مرحبا سيدي، مرحبا سيدي. دابا نتوما كاملين غير في المباشر كتفرجوا في المباشر. والله اخويا انا معاك بلا ما راهش كي قال لك السيد يضربني صواعي، قلت لي الدكه ديال البوزيسيون باش تصلي. مشكل واحد السيد بلا سبس. طاليا وانا في طاليا. ناس بلاس بلاس سكتت لي ميساج دابا طالعين. خويا شوف الناس اللايف. نعم اخي. دابا الناس اللي كيقولوا منين كيتصلوا راه السيد عطى الرقم ديالو في بدايه المباشر. نعم اخي. قال لك الناس اللي كيجيوك الارقام، قلنا لهم راه الرقم حطيناه في المباشر. اه عاود عطى الرقم. عاود عطى الرقم. الرقم هذاك الرقم اخويا كون درتوه في العلوان خير. لا غيديرو غيديرو غيديرو. دير كتبو كتبو في سير كمل. قول رقم 06 06 39 بنات بنات عفاك 06 39 اها 16 16 20 20 13 طول الرقم ديالك اللي هو 06 39 61 20 13 19 وحده طلعت لي في الواتساب. ماشي مشكل. 06 نمرة أخرى. آه. 06 درتيها؟ آه أنا كتبت الوحدة اللي كتبت أنايا. الرقم الثاني رقم الثاني. آه؟ دير الرقم الثاني تا هو؟ إيوا راه الناس كاين بزاف. راه التليفون عندي ماشي. زيد 06 06 81 81 11 11 62 62 66. هادشي كتعالج بيتا في أوروبا. اوروبا واش هادشي بالمجان بالفلوس؟ شنو شنو الهدف ديالك انت من هادشي كامل؟ الهدف ديالي هادشي راه اولا جا هو تاع الله ياك؟ اها. والهدف ديالي انني نساعد الفقراء، فقراء بدون بلا ما يخلصوا في سبيل الله. واللي عنده فلوس غيخلصوا صافي، يعني الغني غيخلص على الفقير. اوكي. شنو بلاصه تسكن اخويا؟ دار بيضاء كازابلانكا. بس اخويا عندك الوجع ولا صايي؟ وباقي اخويا على الكتف. هو كتف حط يدك تمايا. هو راه حاطه منيش المباشر. وسخن سخن لك هذيك الجهه؟ وهذيك الجهه عرقت كاع ماشي سخنه. الحمد لله عرقات والله مزيان تعرق. غيمشي الوجع غيمشي غيمشي ان شاء الله. وخويا انا الدار راه كيف يدير عليه عمليه كازا نيت ياك؟ كلينيك بابا. ما عندنا سمية لا والو، كلينيك وصافي. فهمت؟ دار لي خويا البروفيسور الله يعمر لي الدار، عليه حرق في شعبه ما نكذبش عليك. وعلاه مازال تيضرك كتفك.
لا خويا راه انا راه ما كنتش صاحبي فرنسا درت العمليه ما تليش نقدر نمشى كاع فرنسا. دابا اغلب المكالمات كيجيو من من اوروبا هذا جوب 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 سي قبيله هذا جوب هذا اتصل بقبيله هذا خويا شنو بروبليم ياك انت اللي اتصلتي بينا اتصل بقبيله هذا وي خويا هذا اتصل بقبيله هذا وي خويا السلام عليكم من المغرب خويا مين تعيط من المغرب؟ نعم سيدي انا من المغرب شنو مدينة؟ مدينة اكادير مرحبا سيدي مرحبا الناس عسوس شنو المشكل عندكم؟ المشكل هو عندي 41 عام ما شاء الله اللهم بارك الزواج وما كيبقى لي حتى ريال في جيبي شنو هي قرب 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 التليفون ديالو كيفاش كيفاش؟ انا عندي 41 عام عندك 41 سنة اي 41 سنة اها الدماغ ديال الزواج ما عنديش اش قال؟ الزواج الدماغ ديال الزواج ما عندكش واش غتدير بها خويا ديك الدماغ زيد كمل ما كاينش ليا حتى ريال في جيبي ما عندك حتى ريال في جيبك و شكون تقبلك كنصور 500 درهم 600 درهم حتى 700 درهم في النهار دابا ما عندك حتى ريال في جيبك وكتصور 700 درهم 500 درهم في النهار اها الله عارف فين كيمشي والله ما كاينش ليا حتى حاجه كيفاش فين كيمشي ما كتكمي ما كتشرب ما كتسهر ما كتكمي بعض المرات كنشرب بعد ما كتشربي هو صابر مشى لك في الكميه وفي الشراب لا 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 سامول هاكا كدو مع السيد هاكا اخويا ما تشدو وخني عندكم انايا مرحبا سيد اخويا كبرنا المعده نعم اسم تفضل دابا حالا حط يدك اخويا فين تضرك قول بسم الله قرأ خويا سورة الفاتحة عاود في نفسك إن شاء الله يمشي دابا تدخل لك يدك دابا تيلفون تيحبس ليل ونهار شنيا تيلفون عند دار تيحبس على 4 كارطات هذاك التليفون فيه 4 كارطات تيحبس ليل ونهار خدام ودير ليه سيلونس خويا سخنات يدك لا خويا نسخن دابا ان شاء الله علم واش دابا تسمعوا علم هذا علم شنو واحد متبرى في الشينو ماشي علم دابا هذوك العلماء كامل اللي قراو وحفوا راسهم هذا تو نسميو علم والله خو شنو نسميوه هو علم بجوج مع علم اوكي واخا الطبيب اللي تيقرا تيولي يداوي الناس ماشي علم وهذاك راه طبيب هذاك هو اللي قلنا علم ولكن الطبيب كتاع الله دابا انت هادشي راه ما قريتيش هادشي كتقول انت غير بركه كتقول شنو تبعتي واقيلا داك اللي كان في السخيرات كان كيجي يقول لهم جيبوا الماء وهاداك التخربيق راه حتما هادشي ما كندخلوش راسي انا نتايا راه كان انا حس معكس انا راه منكم من يوم فهمتي بوحده هذاك الشيء كيفاش كيبان لك دابا لان كاينين بعض الاطباء كيقول لك هذاك الشيء راه شعوذه وتخربيق وتوهيم الناس شوف اسمع لواحد ها الاخو هذا العلاج بالطاقه كان من عهد هذا علاج قديم من ربي خلق الدنيا والدين كان تيعالجوا به اليابان سميتو الرايكي هو يابانيين الاسيويون مازال تيعالجوا به كان تيعالجوا به الفراعنه فهمت والرسول صلى الله عليه وسلم تا كاين حديث نبوي تيقول لك الا مس الا ضرك شي حاجه حط يدك وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا يسمى والسميع العليم فهمت ما هو ما هو مسو حاضر وراك غتبرى 3 مرات يعني غتبرى بسم الله وتكون عندك اليقين بالله فهمت ماشي تكون تتسنى تقول غنمشي عند فلان غيداويني غنبرى وهاداك راه ما غتبراش راه سيدنا موسى واحد المره ضراتو الدرسه وطلب الله قال لي الله سبحانه وتعالى سير للجبل فلان فلاني خذ واحد العشبه راه غتحيدك من داك الوجع مشى خدها برا داس الايام واحد المره مشى بلا الاذن تاع الله مشى كل هذيك العشبه ما براش تكلم مع الله هو كلم الله تكلم مع الله كنقدر انبياء هذوك اسمعني نكمل لك زمن المعجزات كل العشبه ما براش ولا اسمعني كل العشبه ما براش عنده الوجع تكلم مع الله قال لي الله سبحانه وتعالى قال لي راه ما بريتش قال لي راه ماشي العشبه اللي تصبر انا اللي هو الشافي دائما الشافي والله انا تنقول لكم اولا واخيرا دائما الشافي والله حنا سبب صافي ليبرا
عند الله، اللي ما براش عند الله، طلع تسنى الشفاء. هادشي كيدوخني صراحة. المهم نبقى ديما ما نزيد ما نقص، ربما غادي نوصل نهاية المباشر. نعطيهم الفيسبوك ديالي. اها. لأن بزاف عليا تليفونات وكشي. المهم الفيسبوك ديالي. بغات على جنب الفيسبوك. من الفيسبوك ما بغاتش ندير لايف ونعالج ألوفات تاع الباشا، لأن بزاف غتبقى تهضر معاه، فهمت؟ باش هاد لي زابيل كلهم أغلبيتهم كيجيو من أوروبا. إوا أوروبا راهما لي مضرورين. عندنا الناس. السلام عليكم. تفضل نعم سي. خويا بخير. الله يبارك فيك. عافاك اخويا، انا كنخدم بزاف شويه. أه؟ عندي الخدمه انا في ايطاليا، وليت كنحس بداري شويه كيضرني. خويا حط يدك على دار، قلنا لك قبيله اللي يدير في اللايف يحط يديه بلا ما يعيط زعما، فهمت؟ حط يدك على دارك. انا حاط اخويا. كتسخن لك دار ان شاء الله. ان شاء الله. لغات برا ان شاء الله باذن الله. سخنات يدك؟ شويه. الشيخ هاو انا نقول لك اها، هذه ديال الفيسبوك هذيك. الشيخ ابو وصال جبد لي في الفيسبوك عندك تما، جبد لي الباج ديالك تما. شوف انت دابا بغيتي تعالج الناس يدخلوا عندك دير لهم لايف. اه وتعالج الناس. يكون حتى الالوفات ملايين داكشي تاع الله. انا نجبد لك دابا ان شاء الله الفيسبوك ديالي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، فباش نكونوا واقعيين يعني ضروري توجه يعني ياك الاطباء. نعم. وياخذوا الادويه ديالهم عادي، خليو هادشي هو الاخر ياك. الا بنادم ما لقاش البديل. اها مرحبا. انا ما تنقولش ما يمشيش للطبيب ولا ما ياخذش. فوالا، لان الناس هادشي راح شوف حنا تنقويو المناعه للمريض والمريض يبرى باذن الله، فهمت؟ يعني هاد الناس براو. هادي هي الصفحة ديالك الشيخ أبو وصال الدكتور. أنت كتب فيها الدكتور. إيه دكتور أبو وصال. علاش كتبتي فيها الدكتور؟ إيوا راه تنعالجو الناس يبراو اللي يحصلوا، راه تنعالجو الناس راه تيبراو الناس، فهمت؟ راه الناس براو بالأمراض المستعصية، سرطان. سرطان تو كتعالج؟ لا إن شاء الله، عندنا حالات وبالأوراق كلشي، واللي مريض يعني بالأوراق نخدموا معاه. ويمشي ان شاء الله باذن الله يمشي يدير التحاليل ويجيب الله، وديك الساعه اللابوراتوار اللي غيحكم ماشي انا. وربما نديرو شي تحدي. لا مرحبا. اه مرحبا. انت مازال جيب لي واحد فيه السيده، جيب لي واحد سرطان، جيب لي واحد فيه الهيباتيتيس، فهمت؟ بالاوراق ونخدموا معاهم. ياك انت صحافي. أيه. محايد. اها وصافي، وراه اللابوراتوار ماشي ديالي، تاع الدوله ولا تاع، فهمت؟ مرحبا. انت قابل التحدي؟ ماشي ان شاء الله، انا غندير لهم غيمشي غي يعني. الى عندنا حالات وشوفيه، ماشي كاينين حالات، عندنا حالات شوفيه. كان فيهم سرطان. سرطان من ابيليبسي صرع، راه ما عندوش حل. اها. تياخذوا الدواء باش يكالمي. حنا في حس اول حصه وعبر الهاتف، ماشي كلش عبر الهاتف. شفت ما قربت لي ما جا عندك. ما قربت لي ما هو عبر الهاتف، ويمشي يدوز اللي عنده الصرع يدير نخدموا معاه، يمشي يدوز في لابوراتوار يجيب تحاليل، والتحاليل غيهضروا. انا ماشي غندير لابوراتوار ديالي، هو اللي غيمشي بوحدو، فهمت؟ مرحبا. اذا الله يسر الامور، غادي نوصلوا نهاية المباشر. عنده السيده، لان حنا تنقوي المناعه. جيب لي الناس بالوراق، انا شوف جيب لي الناس مرض بالوراق ياك. اها. نخدم معاهم، وملي نقول لهم يمشيوا يديروا التحاليل، يمشي يدير التحاليل، اول حصه، ثاني حصه يمشي، اول حصه يمشي. اول حصه يمشي يعاود التحاليل. ما غيلقى والو. باذن الله دائما الشافي والله. يعني الا عندك شي ناس غيديكلاريو عندك وتجيبهم نعاودو فيديو با بروبليم. امتى غتمشي انت؟ انا الشهر مازال هنا ان شاء الله. مازال هنا، شحال باقي لك ديال الوقت في المغرب؟ تقريبا شهر. شهر؟ ان شاء الله. مشات. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، ف غادي نوصلوا نهاية المباشر، ولكن غادي نوعدكم بأنني غادي ندير مع واحد التحدي، لأن كنخدموا مع ناس بزاف في مرض السرطان، ياك نشوفوا شي واحد لا قبل تمشي معنا ولا نجيبوا عندك هنا ونديروا التحدي هذا نشوفوا فين غادي يوصل. نتمناو يكون فيه خير بالنسبة للمريض. إلا غادي نتمنوا الخير غيكون الخير. نتمناو يا ربي. إذا غادي نوصلوا نهاية المباشر، تبارك الله عليكم، الله يصبحكم على خير.